السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. زي ما اتفقت مع حضراتكم امبارح، زي ما اتفقنا مع بعض إن احنا بنتعامل مع الوضع بكافة احتمالاته. ففي دلوقتي دعوات، في حقيقة واقعة اسمها دعوات للنزول في يوم 11/11، دي حقيقة إن في دعوات، والدعوات يعني بتاخد زخم وقوة يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. انا قلت رأي كتير بالنسبة لحضراتكم، مفيش اضافة، لكن تحسبا ان في حد جديد يكون اول مرة يشوفني، وده وارد طبعا. انا يعني فكرة الاعداد عندي هي فكرة اساسية، هي الموعد المحدد لنزول الناس لاحداث تغيير هو بيرتبط بالاعداد مش بتاريخ. يعني لو احنا كنا معدين بكرة ننزل بكرة مش مشكلة. او الاعداد هو اعداد لخطة معينة ان الناس ما تنزلش كده كالهوام، يعني كالهموش، ما يعملوش حاجة خالص، او يتخيلوا ان الهتاف او الصراخ والتبادل المطاردات وان الشرطة لما يجيلها مزاج تفضهم. ده رأيي اللي انا قلت كتير، لكن في نفس الوقت انا عندي مبدأ ماشي بيه ان انا ما بحطمش يعني مقاديف، ما بكسرش مقاديف حد. احنا نفترض دلوقتي كافة الافتراضات. انا ظني ان في هذا الظرف لازم كنا نوفر، او لازم مازال قدامنا وقت ان احنا نوفر للناس مزيدا من الاخبار المطمئنة، مزيدا من خطط للنزول عشان نساعد الناس انها تنزل، لان الوضع يعني كما اراه انا مش سهل. لكن يعني مفيش استجابة قوي من الناس اللي بتدعو للنزول، يعني للنقطة دي شوية هم شايفين وجهة نظرهم، يعني ان الناس هتنزل وان في سيل وكده. يعني انا شرحت الموضوع ده ومش عاوز ان انا يعني اعيد فيه كتير. الفكرة ان الاعداد هم مستبدلينه يعني باخبار بتطمن الناس شوية، او بتطمن يعني اللي بيصدق، يعني ان مثلا السيسي ايامه معدودة، ان السيسي اتقرض فتحته، ان السيسي اشترى شبكته، ان السيسي مش عارف ايه. قدامنا فترة لحد ما يوم 11/11، قدامنا لسه يعني فترة مش قصيرة، يعني اكتر من وقت يعني لحد 11/11. طيب نعمل ايه في الوقت ده اللي هو بتاع يعني قدامنا ايه؟ بالنسبة لي انا طبعا اصبح يعني فيديوهات كتير بتتكلم عن الدعوات للثورة، انا موجود كجزء فيها. ما انا طبعا يعني ما ازعلش خالص ان انا انبسط ان انا اكون جزء من اي ثورة، بس يعني انا واضح انا بقول ان لازم يكون في اعداد قوي، ولازم يكون في قياس جاهزية، ولازم يكون فيه كده. طيب بما ان في البعض دعاني، فانا هقول يا جماعة لو في حد هينزل يوم 11/11، لو في حد هينزل خلاص هنفترض كل الافتراضات، في سيناريوهات كتير جدا. من ضمن الافتراضات هنقول ان الاول نقول ان مثلا مفيش الدعوات لن تجد استجابة من الناس، هنفترض. طيب كل رجائي بس ان الناس ما تحبطش، يعني لو ما حصلش نزول في 11/11 يا ريت الناس ما تحبطش بعد اذن حضراتكم، ونشوف ايه اللي خوف الناس انهم ما ينزلوش لا قدر الله، يعني لو الناس ما طيب لو الناس نزلت 11/11 وكان في زخم شعبي وكان في، لان يعني مش شرط انا يكون رايي صح، يعني انا شايف ان احنا لازم نشجع الناس ونعمل لهم شيء سهل جدا، ونقول لهم على خطط يعني في شغل جامد جدا جدا المفروض يتوحد كل الاصوات والميكروفونات والفيديوهات اللي هي متفرغه تقريبا لنقل اخبار مفيش دليل عليها، مش بقول صح ولا غلط بس مفيش دليل عليها، الى الشرح بقى الناس هتنزل تعمل ايه عشان الناس تنزل، وقياس الجاهزية وقلنا كده، وشرب شاي اللي بيزعل الناس ده، مع ان الشاي من اهم المشروبات الموجودة في مصر يعني.
والجوامع والناس وفي المساجد الناس هتعمل ايه ونستنى وكده. يعني تضافر على فكرة يا جماعة، تضافر عقول كتير جدا 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 من حضراتكم. وبعد كده الناس اللي قالك لو الناس زادوا ممكن يعملوا يصفروا لما ممكن ينزل، يعني ممكن نطور قياس الجاهزية لحد النزول يوم 11/11، ممكن قبل 11/11 ننزل. طيب لو الناس يعني طلع هذا التقدير اللي هو مني مثلا ومن ناس تانية تقدير، انا 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 شفت النهاردة فيديو بتاع واحد محترم قوي والله، مش فاهم، معرفش اسمه للأسف، كان على يعني ضرورة الجاهزية ووضع الخطة وكده، واتكلم عن غزوة بدر وغزوة احد والكلام ده كله. لكن طبعا هو يعني مش حدش هيتفرج عليه اساسا، مش هيبقى ليه فرصه ان حد يسمعه يعني. طيب لو الناس نزلت، كل طلبي يا جماعه لو سمحتم انتشروا. فاكرين لما كان عادل امام بيقول لك انتشروا انتشروا، انت كمان مش هتنتشروا، انتشروا. لو لا لا لو لقيتوا يعني في زخم والناس ممكن الفتره اللي جايه يا جد جديد، يعني ممكن الفترة الجاية جد جديد. حاولوا ما توقفوش في مكان واحد، واعلموا ان في حقائق كده، اعلموا ان التجمع في مكان واحد ده اكتر حاجة تريح النظام، لان فضوا مجرد حسابات بيعملها بس، حسابات يعني انا هعمل كذا اقول كذا مش عارف، يأمن نفسه ويفضوا. لازم نفتكر ان عند قتل الالاف من مختلف الناس، سواء بقى في اسلاميين ليبراليين مسيحيين اي حاجة، عدى كل اللي هو اتعمل، فانتشروا. تاني حاجة لازم يكون وحضرتكم موجودين، ودي ممكن من غير ما احنا ننظمها ولا حاجة، شوفوا اماكن اهداف صغيرة، ما تحطوش اماكن اهداف تخاركوا مش هتعرفوا تعملوها. يعني محدش يجي يقول لك ايه تعال روح مبنى تلفزيون، مش هتعرف تعمل حاجة غير لو انت معاك جيش، يعني وانت معاكش جيش، احنا شعب اعزل. روح اماكن وابعد عن الاماكن الخدمية عشان ما يتحججش ويقطع الخدمة. كل دي حاجات نصايح بقولها لحضراتكم، لو حضراتكم لو في ناس هتنزل، لو في عدد كبير هينزل 11/11 يبقى انتوا تنتشر. بعدين ابتدي لو انت حضرتك ناوي خلاص تنزل 11/11 ابتدي شوف في منطقتك، وابتدي شوف في منطقتكم الناس بتوع السلطه التنفيذيه، بحيث ان لو حصل نزول وحصل الشبكات وحصل الاعتداءات الناس دي لازم يعرفوا ان هم لازم يتواجدوا في بيتهم. الناس اللي بتقول لي على ادعوا ان كل واحد ياخد ابنه من الجيش، ما هو مش بالاب، مش الاب هو اللي بيودي ابنه ولا الام، لا ده في قوه. لكن لو الناس نزلت في الشارع بشكل كبير جدا جدا واصبح تهديد واستولوا والناس سيطرت على قرى ومدن وكده، ده هيكون ظهير امن للجنود وكده، ساعتها لما ندعوهم هم مش هي يعني هيبقى الوضع اسهل عليهم بكتير، وخاصه ان يعني هم بيستخدموك انت في ان انت تضرب الناس التانية اللي هربت، فمش هيبقى في ناس كتير يعني موجودة عشان تروح تهاجم وكده. دي برضو من الحاجات اللي انا برضو عاوز حضراتكم تكونوا حاطينها في بالكم جدا، اللي هو فكرة السيطرة وفكرة مراقبة البيوت. وبعد كده يبقى الاحتمال الاولاني لو لا قدر الله ما حدش نزل خالص، مش عايزين احباط. الحاجة التانية لو نزلت حضرتك حاول انت يكون لك خطة، وابتعدوا عن التمركز، وابتعدوا عن الصياح بس وكده. امنوا الطرق، ولو خاصة انا بتكلم الكلام ده خاصة في الارياف وفي الحاجات دي كلها، امنوا الطرق. بمعنى ايه يقصد يأمنوا الطرق؟ انت حط حراسة، لا يعني لو انت هتبقى موجود في قرية لازم القرى يكون الوصول ليها مش سهل، ولو حتى بحفر في الارض، لو حتى طبعا عشان كده احنا بنقول الموضوع محتاج شغل كبير جدا جدا، محتاج اعداد كبير جدا جدا. طيب الظواهر اللي الناس بتقولها لحضراتكم ما انسوها، ما تعتمدوش عليها خالص، ما تعتمدوش على ان السيسي اتقرض فتحته، ما تعتمدوش على ان الامارات زعلانه من السيسي، ما تعتمدوش على ان امريكا قررت تشيله. الواشنطن بوست امبارح، وده خبر لوحده عاوز له حلقه،
كانت بتقول ان متحدث باسم البيت الابيض بيقول ان بايدن بيفكر ان هو يزور يحضر مؤتمر المناخ. وطبعا ده بعيد جدا جدا لو حصل، ده الواشنطن بوست مش انا، لو حصل بعيد جدا جدا عن سيل المخدرات اللي هم عمالين يقولوها لكم، اللي الناس مخصوص بتعمله سيل مخدرات يعني. وفي النهايه خالص انا بلاقي ناس يعني كويسه وانا اعرفها وفرحانين مبسوطين ادمنوا المخدرات. انا ما بقولش يحصل ما بيحصلش، بقول مفيش دليل، ولو في دليل ما فيش حد من الناس اللي بتتكلم دي هيعرفه. يعني لو في دليل ان ما فيش حد هيعرفه، ما فيش حاجه اسمها مصدر عليم ومصدر قال لي وناس قالوا لي وناس مش عارف ايه وناس ايه. اللي بيشترك في حاجه زي كده دول القيادات الكبيره، ولو حد صغير بيشترك مش هيروح يكلم واحد في التليفون يقول له ويفضحه. يعني الموضوع غريب قوي ان الناس تصدقه، غريب جدا الناس تصدقه. فالمهم يعني حضراتكم ما تعتمدوا، اعتمدوا على ان انتوا، انا بتكلم على الناس اللي هي قررت ان شاء الله باذن الله ان هي تنزل، الناس اللي هي احتمال تنزل. طيب في نقطه مهمه جدا جدا بقى، افترضنا ان الوضع اتغير ومن يدير مشهد النزول ل 11/11 وجد ان اولا استقر على الراي، عشان مش عارف هم مستقرين عاوزين ينزلوا ولا مجرد تهديدات للسيسي. انا مش بتكلم طبعا على اليوتيوبرز الاصدقاء، لا انا بتكلم يعني الجهات اللي هي المفروض المفروض بتسرب معلومات بتدعم فيديوهات كده. فافترضنا ان هم قرروا فعلا انهم يخوضوا حرب حقيقيه وابتدوا ان هم ينزلوا بتقولهم قبل 11/11 بس بشكل واضح بشكل حقيقي واقع على الارض، مش بهبل مش بمخدرات للناس. انا مثلا هقول كلمه حق والله، يا يعني مثلا بالنسبه لمحمد للاستاذ محمد علي، وهو يعني علاقتنا ببعض محترمه جدا جدا، لان هو عمره ما زعل من اي كلمه انا بقولها خالص. يعني في ناس هنا بيخشوا متحمسين جدا، لماذا لا تدعو الله محمد؟ ما عمره ما راح قال لك انا مصدر عليم، انا مصدر ورايا قال لي، انا عرفت ان مش عارف ايه. هو بيتكلم دايما خطابه معاناه الناس، والناس هتلش كسيسي والناس تعبانه، وشوف الناس الجعانه، وشوف مش عارف ايه. ما بيوزعش مخدرات بصراحه بامانه. وانا في يعني اخر حديث بينا قريب، عشان احنا بنتكلم كتير، قلت له يا هو بيقول لي انا متفاهم موقفك طبعا حقك، وانت عمرك ما كنت عدو خالص زي ما انت بتقول. فعلا انا بقول انا مش عدو يعني ليكم، بالعكس انا نفسي اي دعوه للتغيير تنجح، انا نفسي. هو بس الفكره كلها في الشك. فقال لي وانت تقول اللي عاوزه، وانا قلت له لو الوضع اختلف في حاجه، لو لقيت حتى جديه في ازاحه السيسي، جديه حقيقيه في ازاحه السيسي باحداث، انا وغيري هنكون في اوائل الناس الداعين. لكن لحد دلوقتي انا مش شايف غير تكهنات من الناس اللي ابتدعوا يعني، وحاجات انا مش شايف لها دليل. الموضوع مش خناقه مع بعض، الموضوع دعوات الى ان الناس لو جاده في ازاحه السيسي يفكروا شويه. ونشوفكم ان شاء الله باذن الله تعالى على خير.